نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، واجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم، الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة سليمة ورائعة وتحدي في هذا المساء الجميل والرائع. جوائزنا نقدية من المركز الأول وحتى المركز العاشر. نتابع الصدارة والبداية وأرى الهايل. أرى الهايل اللي ينتفع بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في المتابعة. ننطلق مع المركز الثاني وأرى من الجانب الآخر، أرى هناك أيضا التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام من شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان، من يعلن انطلاقة شاهين على ثاني المراكز وفي المركز الثالث. أرى شاهين لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم بقيادة السلطان بن سيف المقبالي. الدور دور المركز الرابع، نتابع التحديات وأرى مفتن يحمل شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. بينما إذا انطلقنا إلى المركز الخامس بأرى الذيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائد المكتوم وحمد بن سهيل بن هيار العامري في المتابعة. سادسا التحديات في هذه اللحظات، نتابع سادس المراكز وأرى التدخل في هذه اللحظات من الرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي في عملية التضمير والمتابعة. سابع المراكز، شعار سمو الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المعلى وبقيادة خليفة القصير، من يأتي على سابع المراكز. ثامنا صغان من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، يعلن انطلاقة صوغان على الثامن المراكز. وفي المركز التاسع نتابع التحديات في هذه اللحظات وأرى القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من مستحيل لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي عبيد بن يمعب الدبيلة في متابعة مستحيل. وعلى المركز العاشر الانطلاقات الجميلة لشاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة سالم بن نايع بالشاوي الغفلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى. نتابع الصدارة، نعود مع المقدمة مع الانطلاق والكوكبة الثلاثية على صدارة هذا الشوط والهايل على المقدمة. الهايل بالعرض الجميل، بالأداء الهايل، بالاندفاع الهايل على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي المركز الثاني. ننطلق مع مفتن فاتن بجماله بعروضه الجميلة على ثاني المراكز لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. شاهين يأتي ثالثا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة محمد بن عبد الله بن حميدان، يسير في ثالث المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام. ننطلق مع المركز الرابع وأرى الذيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن سهير بن هيان العامري في رابع المراكز. وخامسا مستحيل لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي بقيادة عبيد بن يمعه بالدبيل. ننطلق مع المركز السادس كي نتابع الرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان والجنتلمان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروع، يتابع انطلاقة الرمادي على سادس المراكز. سابعا القدوم من صغان التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ثامنا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفري، ينطلق ايضا بشاهين مع تاسع المراكز. وعاشرا من الجانب الاخر، عم
نتابع وقاد من ياتي عاشرا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. من يتابع وقاد في عاشر المراكز. هذه النتيجة، ندانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى. التحديات جميلة والانطلاقات رائعة، ولكن نتابع الصدارة. وأرى مفتن، أرى مفتن بدأ يفتن على صدارة هذا الشوط، يفتن أيضا على المقدمة بالعروض الجميلة، بالعرض الرائع، بالشعار الجميل بالفعل، شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد من عشق السلالة الشاهينية بالاندفاع على صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني وفي ثاني المراكز التحديات مشاهدينا. ننطلق مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى شاهين من يتسلل إلى ثاني المراكز لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم. محمد بن عبد الله بن حميدان أيضا قادم بكل قوة إلى ثاني المراكز وثالثا من الجانب الآخر، ولكن التسلل لمستحيل لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي عبيد بن يمعب الدبيلة في متابعة مستحيل. رابعا الذيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة حمد بن سهيل بن هيان العامري. خامس المراكز التحديات للرمادي، شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان بن هيان وبقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. سادس المراكز نتابع شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة مطر بن لاحد الهايري، أيضا يتدخل إلى المركز السادس. وفي سابع المراكز الهايل لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم يقود سعيد بن سالم الإليبي في هذا الانطلاق. وثامن المراكز أرى التحدي، أرى الانطلاق للشهاب أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي. تاسع المراكز التسلل في هذه اللحظات للشعار هجن الرئاسة وبقيادة عيسى بن سعيد الخيالي، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع البداية والكيلو المتر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الانطلاق، كيلو الصراع، يا سلام كيلو البقاء، والبقاء دائما للأقوياء. ومفتن على الصدارة، مفتن فتن بجماله على مقدمة هذا الشوط، فتن الجميع مع هذا الانطلاق الرائع، فتن بالفعل، مفتن بالصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، أظن قفل على مجريات هذا الشوط. الشوط في الكيلو المتر الأخير، بعد المسافة رقص مفتن يا جماعة، رقص مفتن على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، يبعد المسافة، يثبت الجميع أن بطل هذا الشوط بكل جدارة بكل فوز بكل استحقاق. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لأبو مانع من عشق السلالة الشاهينية. سلام يا جميرة، سلام، تحية واحترام، أسعد الله مساكم على هذا الأداء الجميل اللي قدمه مفتن يا سلام، وعلى النقاط الجميلة اللي قدمهن أيضا هذا الشعار في هذا المهرجان. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وسلام يا جميرة، سلام، مشكور يا أبو مانع، مشكور على الأداء الجميل اللي قدمه مفتن. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم. بينما اللي وصل في المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان، المركز الثالث يصل فيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم. بقية المراكز من حيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مفتن 9 دقائق 22 ثانية جزئين من الثانية. تهاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لخليفة بن سلطان بن رشيد الرمادي
يصل في ثاني المراكز، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول. تهانينا لأحمد بخلفان بالصايغ المزروعي، 9 دقائق 28 ثانية وفاء وتماما، بينما اللي وصل في المركز الثالث الذيب يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 28 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لحمد بن سهيل بن هيان.